فيما يخص الجلسة الثانية من الدورة الدورة العادية ديال شهر أكتوبر 2019، كانت فعلا كانت دورة في بالمعنى الحقيقي، كانت دورة سلسة ومرنة، لأن في الحقيقة المعارضة هذه حقها باش تليب الرأي ديالها واللي عطاها لها الدستور ماشي عطيته لها أنا، ولكن غير ما تنغبوش الاتهامات اللي تمس بعض الاشخاص، لان الانسان الا عنده شي حاجه يتهم بها الانسان خاص يكون عنده ليه وثائق، يكون عندها وثائق، يكون عندها دلائل. فيما يخص المداخل ديال المقالع، وانتم كتعرفوا هذه المسائل هذه، لان المقالع من تقريبا من 2014 ما بقاش المداخل ديالها هي اللي كانت في ما قبل 2014، وهذا راه معروف راجع للاقليم ديال الصويره اللي هو مجاور لنا، الاثمنه والناس راه تيمشيو فيما كانت شي حاجه اللي هي رخيصه راه تيمشيو ليها. اذا هنا المداخل تقلصات ديال 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 الجماعه، اللي في الحقيقه تقلصات بواحد الوتيره كبيره 90% ولا 95% بناء على المداخل ديال 2013 و2012 اللي كانت توصل حتى جوج المليون و50 الف درهم، دابا تتوصل ديك 700 الف درهم ولا 800 الف درهم. اذا راه واحد التراجع كبير وكبير جدا، وهذا من حقهم يتساءلوا على هاد المداخل. فيما يخص المسائل ديال ذاك، الجماعه راه هي تاخذ الواجبات ديالها اللي تصرح بها المستغل، ما عندوش حاجه اخرى اللي غادي، ولكن حنا من الدور ديالنا كنراسلوا الجهات المعنيه اللي هي التجهيز اللي كتعطي الترخيص وتعطي الوصولات وكتعطينا الا كان شي خلال ولا شي واحد ما صرحش بلوك ذاك، راه كتعاود تعبر مع ذاك المقلع اللي هو حاط الوثائق ما حطهمش عندنا، حنا حاطهم عند التجهيز، تتعطينا المسائل وحنا تنراسلوا صاحب المقلع باش يؤدي الواجب اللي عليه ولا تنحبسوا عليه الاستغلال. هذا هو اللي حاط الدور ديالنا. هذا قدر من الله، ما هذه القدره الالهيه، ماشي تخريب ديال شي حد، ولكن هذا المد ديال البحر اللي في الحقيقه كانوا امواج طائله وكان اللي فاتت سته الامطار. وكما كتعرفوا هذا الشيء ما كاينش غير في السويريه ولكن في جميع الدول على الصعيد العالمي، من تكون هذاك المد والجزر ديال البحر. احنا تنتاسفوا على هذيك ال 100 متر اللي تفقد تم التخريب ديالها، ولكن احنا كجماعه راه ماشي جالسين، راه كاينه اللجنه اللي تتبع هذه المسائل واللي غتنعقدت وخدات المسائل ديالها وغتنعقد داخل 15 يوم اللي تعطاتها باش دار اللي تكلف اداره التجهيز باش هي دير الدراسه وتعطينا الخصائص الاوليه بعداتين باش ما يمشيش كل شيء، تعطينا ديك الدراسه الاوليه باش نعتقوا هذاك سميتو ريتما، لان الدراسه طلبوا تقريبا غتكون الا بغينا نديروا دراسه مطوله الصيف الماجي كاع ما غادي يكونش هذاك الكورنيش يكون واجد، ولهذا احنا نحاولوا نستانسوا بهذيك الدراسه اللي غتوجد لنا تجهيز، واللي طلبنا من المحتاضين اللي هو المكتب الشريف وصفات لاصلاح حد ما تم التدهور ديالو، ريتما تجينا الدراسه اللي هي دراسه كيف ما طرقوا واحد عدد ديال الاخوان واللي هما تقنيين، بان خاص اعتمادات مهمه لهذيك القنت، لانه هو تيضرب في هذاك البحر، تيضرب في السور ديال الميناء وتيضرب سميتو، والا ما كانش هذه المسائل راه تخرج، يقدر يخرج حتى الدور السكنيه اللي كاينه في فيما يخص كيف ما قلنا المقالع راه حيت راه ملي تتهزر ما كاينش تعاود ترجع، لان احنا عندنا حاجز غابوي ما بيننا وبين البحر ديال تقريبا ديال جوج كيلومتر، وهذه ماشي احنا ما عندناش مقالع بعدا، احنا عندنا تنقيط الاراضي اللي الزراعه الفلاحيه باش تصبح صالحه للزراعه، وهذا اللي رجعتوا ومشيتوا لهذوك المناطق اللي هي تحيدت منهم الرمال، راه ولات فيها بعدا واحد الغله البشنه والزرع والجلبانه، واحد العدد ديال الناس دابا اللي تيستغلوها فلاحيا
وهذا هو اللي تنتمنى، وهذا هو الطلب ديالنا النهار الاول، ماشي طلب ديالنا كما قال، وانما فعلا غادي 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 تنقص واحد الماده اللي داخل سميتو، لان لان المقاله كما قلت في التصريح ديال قبيله راه ما عندهاش واحد المدى طويل، ان مدى قصير تقريبا من واحد سنتين ولا ثلاثه سنين راه ما تبقاش هي المقاله داخل الجامعه، لان التنقيه ديال لان كاين كما قلت كاين حاجز غابوي ما بيننا وبين البحر، ولها الناس اللي تنقيت تسالي الارض ديالها فسميتو راه ما تبقاش عندنا الرمال. فيما يخص السياحه احنا باقي متشبتين بالملف الكبير العظيم اللي كان هو ليدين ديال دين دو سابل دو معاشات التصويريه القديمه، وحنا باقي متشبتين بهذاك الملف لانه هو الدوسي ديالو راه ربما كاين عندنا هنا اللي تقريبا فيه واحد العدد ديال المحطات السياحيه فيه تقريبا 4 الفنادق 5 النجوم، فيه واحد العدد فيه ميناء فيه مطار فيه ميناء ترفيهي فيه مطار، وهذا هو الامل الوحيد اللي غادي وما غاديش تستافد منه الصويريه كصويريه، وانما يستافد منه الجهه كجهه والاقليم بالخصوص على باش يكون وضروري يكون عندنا هاد المحطه السياحيه، لان هي اللي غادي تنمي المنطقه، سينو راه ما كاينش عندنا. وكيف ما كتعرفوا حتى الصويريه الى ما كانش، وهذا راه طالبنا به في الدوره وفي عده دورات، بان حتى المسائل ديال النقل خاصها تكون هذاك النقل الحضاري اللي كيوصل للجامعه خاص ضروري يكون هذاك النقل الحضاري، لانه هو اللي تيعمر. لك كان عندنا النقل الحضاري للطوبيس مثلا كيجي للصويريه راه الناس يجيو يضلوا في الصويريه ويمشي بوليداتهم، وهذا هو اللي غادي ينمي الاقتصاد وينمي، والناس اللي عندهم الدور ديالهم هنا راه كاين اللي كيجي يغبي وليداتو يبات هنا ويمشي يصبح في خدمته. ولكن للاسف حنا باقيين تنتمناو من هذا النقل الحضاري باش يدخل عندنا الصويريه باش وكذلك كيف ما كتعرفوا بان هي الاقليم ككل عنده واحد البرنامج طرقي اللي كيمتد ما بيننا وبين ما بين الصويره والجديده، واللي غتستافد منه الجامعه على التروسون، هي وهذا هو هادو الشرايين اللي في الحقيقه غادي يحلوا واحد العزله على الساكنه، وتنتمناو من هذا المشروع يخرج في اقرب الاجل. كاين تعثر من طرف الوزاره عندها شي تحفظ على بعض النقاط، ولكن حنا كيف ما قلتي زيد حنا اجتمعنا مع النواب والمستشارين باش نشوفوا مع السيد الوزير باش يوافق ويصادق على هذيك الاتفاقيه باش تخرج لحيث الوجود في اقرب الاجل. هذا طلبناه من المحطه الحراريه، وحنا باقيين كنتشبتوا به، ولكن هذا الدوبل فوا غير من اسفي، لان الطريق السيار غتجي حتى المحطه الحراريه. طلبنا هذيك 12 كيلومتر اللي باقى لنا باش توصل بسميتو دوبل فوا حتى التصويريه القديمه.